بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنتناول في هذا المقطع آه, البيك دريل آه, 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 عرضنا ال... في المقطع السابق السنتر دريل واللي حدد لي فين المكان اللي هبدأ فيه الهول فبعد كده بنبدأ عملية البيك دريل البيك دريل هي دريل دي نقول فيها drill the hole in your part using the pick drill method آه drill ما بتتمش على مرحلة واحدة احنا نبدأ احنا بنقول مثلا مثلا for example العمق الهول آه 100 ملم فبحدد آه في الاستروك المشوار اللي أنا همشيه في كل مرة قد إيه بحيث إن أنا أبدأ أعمل المشوار الأول وبعدين أخرج إيه الرايز زي ما أنت شايف أهو أدي الدريل بيت وأدي الشكل بتاعها وبعدين بيقول انا بنزل اعمل المشوار الاول وبعدين ارجع يطلع الرايش للتشيب يبقى هنا كده ايه التشيب اللي هو الرايش الشيبس اللي هو رايش طلع وارجع تاني اعمل المشوار التاني والتالت ان سو فبنبرمج ان شاء الله عمليه البيج درينج هتتم في كام مشوار تبعا للهولز اللي موجوده عندهم تبع الملاتير المستخدمه نشوف بعد كده عمليات ريليتنج ل الدرينج اوبريشن فبيقول لي ايه ماشينج اوبريشن ريليتد تو درينج اللي هي زي ايه الريمنج آه فبيقول لي ريمينج آه آه في عمليه يا شباب احنا احنا وي ار كرييتنج زي ما شرحنا كرييتنج اما الريمينج والتابنج والكلام ده فهي عمليات تابعه لهذا الامر اللي لازم يكون فيه هول موجود عشان اعمل عمليه عمليه زي عمليه ايه الريمينج لي يوزد تو سلايتلي انلارج هول بروفايد بيتر تلورانس اند دامتر اند امبروف سيرفيس فينش انا عملت الهول فعايز اعمل احصل على السيرفيس فينش اعلى وعايز اعمل عمليه توسيع قليله يعني انا بعمل حسابي وانا بعمل الهول ان انا اترك مسافه معينه مسافه معينه اقدر اعمل بيها عمليه ايه؟ الريمنج بحيث ان انا اخد سيرفيس فينيش اعلى من اللي باخده من عمليه ايه الدرينج بنيجي للعمليه بتاعه الريمنج بنجد ان هي ده الريمر او التول المستخدم لا اما بيكون ستريت زي ما احنا شايفين او بيكون هيلكال اااا آآ عشان نقدر نعمل بيه عمليه ايه التوسيع للهول اللي هو ما عملناه في مرحله ايه الدريلينج، بعد كده عمليه ايه التابينج بيقول يوز تو بروفيد internal screw threads and on an existing hole tool called a tab. خلاص؟ يبقى انا هنا عندي الهول موجود يبقى زي ما احنا وضحنا في السلايد الماضي ان الريمنج والتابنج على بتتعمل على اكزيستينج هول فانا عملت الريمينج طب هنا عايز اعمل بقى اعمل ثريد داخلي ثريد داخلي فبيقول لي الثريد الداخلي ده بيتم عن طريق عمليه التابنج بتول اسمه التاب زي ما نشوف في الرسم اللي موجود قدامنا هو الهول موجود فعايز يعمل فيه الثريد او الانترنال ثريد فبيستعمل فيه عمليه ايه التابنج عشان اشكل ايه الثريد ونشوف ان شاء الله عمليه البروجرامنج بتتم ازاي لعمليه ايه في المقاطع القادمه شكرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته